مرحبا، معكم منى عيتاني، مؤسسة شركة ريادة للإبتكار الإجتماعي أو ريادة for social innovation، يلي هي أحدى البارتنرز مع youth leadership program بالUNDP. أنا كمان أستاذة جامعية بالجامعة الأمريكية ببيروت بالأيوبي. نفس الوقت فخورة أنه هلأ عنا كمان as a startup shabablab.com، يلي هي منصة تعليمية للشباب لحتى يقدروا يقوموا بحل مشاكل بيئية ومجتمعية من خلال ابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية على المنصة تبعنا اسمها shabablab.com. رح أحكي لكم اليوم أكثر عن موضوع الابتكار الاجتماعي، شو معناته، شو أهميته، وأنتوا كيف فيكم تكونوا مبتكرين اجتماعيين أو social innovators. لنبدأ، عندي سؤال لألكم، شو بتعتقدوا هو الفرق بين الابتكار والاختراع، او الاختراع اللي هو الانفنشن والابتكار اللي هو الانوفيشن؟ كلنا بنعرف انه الاختراع هو وقت نحن نقوم بتطوير شيء جديد، شيء ما بيعرفه الانسان من قبل، منتج ما كان موجود، طبعا ممكن يكون عنده اهداف تقدر تفيد الانسان، مثل وقتها اخترعوا الكهرباء او الضوء، او وقتها اخترعوا السيارة. هو لان كانوا inventions، كانوا اول مرة بيصيروا. بس هلأ وقتها نحكي كيف عم نطور السيارة، او كيف عم نقدر نطور انه نحنا نقوم بتصنيع الكهرباء بطريقة يمكن بيئية اكتر، هون ما بقى عم نحكي عن اختراع، عم نحكي عن innovation، عن ابتكار، لانه ما بقى في شيء جديد كليا، ولكن هيدا الشيء عم يتحسن، عم يتطور، هيدا الشيء عم بيكون له يمكن استعمالات جديدة، عم بيكون له سوق جديد، عم بيكون فعالية احسن، بجودة احسن، عم بيكون عنده استعمالات شوي مغيرة عن قبل. نحن طبعا ما عم نطلب منكم انكم تقوموا باختراعات، ولكن بابتكارات، يعني نحن بدنا اياكم تكونوا مبتكرين، تقدروا تطوروا شيء موجود، تقدروا تحسنوا شيء موجود، لحتى طبعا نخدم البشرية ونخدم الإنسانية والكرة الأرضية اللي نحن منعيش عليها. هلأ وقتا نحكي عن موضوع الابتكار الاجتماعي، شو معنات social innovation، الابتكار الاجتماعي؟ نحن عم نحكي هون عن نوع معين أو محدد من الابتكار. نحن عم نحكي عن الابتكار بغاية مجتمعية، بغاية انه عنا هدف سامي بدنا نفيد فيه البشر او الانسانية او البشرية او البلانت، الكرة الارضية اللي نحن منعيش عليها. اذا واحد منكم قدر انه يقوم بابتكار معين وكان حاطت نصب اعينه من الاول هيدا الهدف، هدف الاجتماعي، فهيدا بيكون ابتكار اجتماعي. طبعا سهل كتير نعرف اذا ابتكار اجتماعي بانه نتطلع باهداف التنمية المستدامة وتشوف نحنا اي اهداف عم نقدر انه to contribute to، انه نقدر نساعد فيها. اذا انتو لقيتوا انه عن جد بصلب الابتكار تبعكن في هدف اجتماعي، عم بتساعدوا المجتمع تبعكن، عم بتساعدوا البيئة، عم بتساعدوا الانسان، او عم بتساعدوا الحيوان، فانتو بتكونوا عم تعملوا ابتكار اجتماعي.